محمد رضا عبد الحليم شهيد العلم. محمد طالب في الفرقة التانية كلية العلوم جامعة الأزهر في محافظة أسيوط. شاب خلوق جداً وطيب ومعروف بكده وسط أصحابه وأهل القرية اللي عايش فيها. كان دايماً بيسعى أنه يساعد الناس من غير أي مقابل. محمد حافظ للقرآن الكريم وكمان إمام للمصلين ومتفوق جداً دراسياً، وتكرم كتير على تفوقه ده خلال سنين دراسته. قبل سفر محمد من قريته اللي هي قرية الإصلاح التابعة لمركز فقوس في الشرقية، وكان رايح جامعته في أسيوط، فضل يلف في القرية وراح قعد مع كل أصحابه، وبعدين راح قرية تانية جنبهم علشان يزور قبر جده ومجموعة من قرايبه المتوفيين. الغريب إن محمد وهو واقف قدام قبر جده قال لأصحابه أنا هدفن في القبر ده. محمد كان واعد والده ووالدته إن بعد ما يتخرج من الجامعة هيسافروا علشان يأدوا فريضة الحج، ولكن جوه القطر اللي رايح أسيوط من الشرقية نطق محمد الشهادتين وفارق الحياة بعد ما جات له أزمة قلبية مفاجأة. خبر وفاته كان صعب قوي على كل أصحابه وأهل قريته، واستقبلوه بالحزن الشديد، وحضر جنازته آلاف من أهالي القرية والقرى اللي جنبهم. الله يرحمك يا محمد.